بس هاي مداخلة. نعم أنا نسيت. هلو. طلاب الكل يمتحن، ماكو، لأن ما هذا الامتحان إذا ما امتحنته صفر، يعني ماكو إعادة إلي، ماشي؟ لأن هو أصلا وقته بالتسعة، ماكو أحد يعني ما موجود بالبيت راح يكون زين، فلازم لازم الكل يمتحن إن شاء الله. اللي ما يمتحن أبد لا يقول لي أعيده، ماكو، ما عندنا وقت، ما عندي وقت أصلا. وصلنا المحاضرة السابقة إلى الـ Virtual Circuit Approach، أخذنا الـ Circuit Switching وأخذنا الـ Packet Switching، وأخذنا نوعين من الـ Packet Switching، هو بـ Datagram أخذناه، النوع الثاني اللي هو الـ Virtual Circuit. بالـ Packet بالـ Circuit Switching قلنا أنه Resources تنحجز وتبقى خلال عملية الـ Connection كلها لازم مؤمنة، وقلنا هذا شوية Delay، طبعا الديلاي راح يقل بالترانسفير تايم لان كل شيء مجهز على مود يصير عمليه الترانسفير والداتا. بالداتا جرام لا، الريسورسز تنحجز حسب الطلب، يعني شو وقت ماكو باكيتس شو وقت ما تبدا عمليه الترانسفير وتبدا ريسورسز تستخدم، واضحه؟ يعني تستخدم عند الطلب. الفيرتشوال سيركت راح نشوف انه اكو راوت راح يؤمن قبل ما كل باكيت تندز، بس الراوت هذا يتم تأمينه كل الباكيتس راح تندز زين بين العناصر المتصلة مع بعضها خلال الشبكة كما هو تشوفوا الباكيت، يعني هذا الراوت راح يؤمن قبل عملية الترانسفير للداتا، هذا أيضا يؤمن، هذا أيضا يؤمن، إذا هو يشبه شوية من السيركت سويتشنج نتورك. سيركت يعني هو لهذا يسمى فيرتشوال سيركت، يعني سيركت دائرة افتراضية. فهنا عندي، فقلنا هذا هو مشابه إلى السيركت اللي بالسيركت سويتشنج نتورك، لهذا يسمى فيرتشوال سيركت. طبعا هو يحتوي على في سي اي، في سي اي هي مختصر للفيرتشوال سيركت ايدنتيفاير، بالإضافة إلى الداتا نفسها. هذا الاندفاع الفيرتشوال سيركت راح يعتبر مثل التقاطع between السيركت سويتشنج والداتا جرام نتورك، طبعا راح يحتوي على مجموعه من الخصائص مالتهم، يعني بي ايضا سيت اب وترانسفير وتير داون فيسز، بي ريسورسز مثل ما قلنا ممكن انه تنحجز خلال فتره السيت اب او تنطلب على الديماند، يعني حتى عند الطلب ممكن انه تنطلب تصير ريسورس تؤمن عند الطلب، مو تبقى محجوزه خلال فتره الاتصال كلها. ايضا الداتا تنقسم الى باكيتس مثل الباكيت سويتشنج، وتحتوي على ادريس بالهيدر. طبعا كل مثل السيركت سويتشنج كل الداتا تتبع نفس الراوت او نفس الطريق نفس الباث الى خلال عمليه الاتصال. طبعا السيركت سويتشنج نتورك دائما وين امبلمنتد بالداتا لينك لاير، بينما سيركت سويتش نتورك يصير بالفيزيكال لاير، والداتا نتورك داتا جرام نتورك بالنتورك لاير. طبعا بس هاي ممكن انه الشغلات تتغير بالمستقبل. هذا طبعا هذا هو اللي مخطط للفيرتشوال سيركت نتورك. الان سيستم ممكن يكون كمبيوتر، ممكن يكون بريدج، ممكن يكون راوتر، ممكن يكون اني كوميونيكيشن ديفايس. طبعا انا عندي نوعين من الادريسنج بالفيرتشوال سيركت نتورك، الجلوبال ادريسنج والفيرتشوال سيركت ايدنتيفاير. الجلوبال ادريسنج انه هو طبعا السورس او الديستنيشن يحتاج انه بي جلوبال ادريس، هذا الادريس راح يبقى ثابت خلال عمليات الترانسفير مال داتا، خلال عمليات الكوميونيكيشن، ويكون وحيد، يكون وحيد، يعني ما يصير اكو جهازين او السورس والديستنيشن او الديستري او السورسين لهم نفس الادريس زين. فاذا يكون يونيكيو يعني وحيد بالنتورك او انترناشونالي اذا النتورك هو جزء من انترناشونال نتورك، اذا الشبكه مالتنا هي جزء من شبكه عالميه.
والفيرتشوال سيركت ايدنتيفاير، طبعا مثل ما قلنا كل فيرتشوال سيركت لها ايدنتيفاير، هذا ايدنتيفاير مؤقت، مو مؤقت يعني يختلف من سويتش لسويتش، بالدخول واحد وبالخروج واحد، يعني مو مثل الجلوبال نتورك هو عباره عن رقم صغير. زين، فاذا هو يستخدم بين تو سويتشز بالفريم، وين تو سويتشز يعني هذا الفريم من يروح على هذا السويتش الى في سي اي، من يطلع من عنده الى ايضا في سي اي بالذاكن مختلف، الى ايضا ديفرنت في سي اي، هذا الفريم الواحد من يدخل على في سي اي الى فد في سي اي، عفوا من يدخل على سويتش، هسه هذا من دخل على هالسويتش شوفوا عند الفي سي اي مالته ايش قد 14، لما طلع من عنده ايش قد الفي سي اي 77، اذا هو عباره عن الفريم اللي يدخل السويتش اللي يكون الى في سي اي معرف الفيرتشوال سيركت، ومن يطب ومن يطلع يكون مختلف عكس الجلوبال ادريس، عكس الجلوبال ادريس. طبعا عنده مثل عندي مثل ما قلت لكم هو كلش يشبه سيركت سويتشنج نتورك، بها ثلاث فيسز، ايضا الاول شيء اللي هو السيتاب فيسز والترانسفير فيسز والتير داون فيسز. بالسيتاب فيسز السورس والديستليشن طبعا يستخدمون مالتهم الجلوبال ادريس اللي يكون يونيكيو على مود انه سويتش يساعدوها انه تلقى الطريق مالتها، تسوي التيبل انتريز مال الكونكشن. تذكرون قلنا هسه اليوم اذا انتم قاويها او انتم حتقروها ان شاء الله بالسيركت سويتشنج نتورك، قلنا ما عنده راوتنج تيبل مثل الباكيت، انما الانتريز مال الراوتنج تيبل تصير خلال الكونكشن، خلال عمليه تامين الاتصال يصير الانتريز، فاذا هذا يساعد السورس والجلوبال ادريس مال السورس والديستنيشن، يساعد السويتش انه يلقى الانتريز لهذا التيبل للكونكشن. بالتير داون فيس السورس والديستنيشن يقولوا له السويتش يابا انهي الاتصال، يابا انهي الاتصال، والداتا ترانسفير طبعا بتكون بين هاي التو فيسز. الافشنسي مال هذا الفيرتشوال سيركت راح يكون عباره هو عن جمع بين الباكيت سويتشنج والسيركت سويتشنج. ليش؟ لانه الريسورسز مال الديستليشن، الريسورسز مال الريزرفيشن يعني حجز الريسورس بالفيرتشوال سيركت نتورك زين يكون خلال عمليه السيت اب، او ممكن يكون عند الطلب، يعني الحالتين ممكن يصير عليه. طبعا هاي في فالديلي مال كل باكيت طبعا يكون بالحالة الأولى اللي هو لما أنا أحجز الريسورسز، فالديلي راح يكون لكل باكيت هو نفسه. بالحالة الثانية اللي هو أون ديماند طبعا راح يصير عندي ديفرنت ديليز بي. فإذا هذا من الفوائد الكبيرة للفيرتشوال سيركت للفيرتشوال سيركت نتورك. ليش؟ لانه انه من يصير عندي ريسورس انه حجز الريسورس على الديماند يعني عند الطلب، فاذا هنا راح السورس راح يشيك يا ريسورسز يا مصادر ممكن انه استخدمها، ويسوح يسوي عمليه السيت اب والترانسفير ويقدر يحجزها، يعني مو يحجز مصادر طيله عمليه النقل او الاتصال وبعدين شو اسمه قسم من عندها قد لا يستخدمها، لا يحجزها حسب اللي يحتاجها واللي يريدها بالاتصال. هاي من وحده من الفوائد الكبيره للفيرتشوال سيركت نتورك. الديلي مالته عندي ديلي وان تايم ديلي للسيت اب وان تايم ديلي للتير داون. طبعا هنا اذا الريسورسز احنا قلنا بالسيركت سويتشنج كان كلش مالته الديلي قليل مقارنة بالباكيت سويتشنج. ليش؟ لأن الريسورس مثل ما قلنا تنحجز خلال عملية السيت اب، فما عندي ويت للإنديفيدوال باكيتس. فهنا أنا راح نشوف بس إذا عندي اللوكي الباكيت الريسورسز أون ديماند حسب الطلب مثل الباكيت سويتشنج، فراح يكون عندي أكثر ديلي. هذا هو ديلي باعو سيت اب وتير داون و transfer time. هنا the packet traveling between two switches.
فعندي ثلاثة ترانزميشن تايم، واحد اثنين ثلاثة، وعندي ثلاثة بروبوغيشن تايم، الداتا ترانسفير هذا الخط المائل هو الداتا ترانسفير. السيت اب ديلي عندي هذا السيت اب ديلي، وعندي تير داون ديلي مثل ما قلنا هياته. طبعا احنا ايضا اهملنا البروسيسنج تايم ديلي بكل سويتشز، فالتير داون فالتوتال ديلي تايم هو ال 3 تي of transmission time زائد 3 propagation time زائد setup delay اللي قلنا عليه زائد tear down delay. واضحة؟ هذاك بالباكيت switching كان عندي أيضا 3 تي زائد propagation time delay والtransmission time delay، بس كان عندي بعد أكو waiting time delay، عندي waiting time delay. السويتشنج بالداتا لينك لاير بالسويتش 1 مثل الفريم ريلي والاي تي ام هي كلها تتنفذ بالفيرتشوال سيركت تكنيكس. الستراكشر مال باكيت سويتش باعوا الستراكشر مال باكيت سويتشنج هو هذا، مجموعه من الانبوت اوت بورتس تروح على راوتينج بروسيسور وبيها فابريك سويتش سويتشنج فابريك وتطلع لي اوتبوت بورت وتطلع لي اوتبوت بورت. واضح وسيم امامكم طلاب؟ واضح ان شاء الله الشرح؟ اي لا طلاب الظاهر تفتحون المحاضرة وتشوفوها. واضح واضح ست. نعم الان راح نجي الى العمل مع الانبوت بورت والاوتبوت بورت. نعم خلينا نشوف جال طلب نظير ما احتمال. لا ماكو شيء. الانبوت بورت هذا هو الانبوت بورت، هذا الستراكشر مالته بالداخل. شفناه دكتورة بالوسم في الاول. أكو طالب جاي يدخل ماكو حيدر، كنتوا توافقين؟ ماكو ماكو ماني فتحته على موده سمع الطقه. ماكو هسه بس خليني أقله صوتك راح. الو ها صوت واضح؟ نعم ستسنس نعم. فالانبوت بورت السلام. هذا اللي قلنا عليه هو احنا مو قلنا انبوت بورت والطبع على بلوك بي راوتنج بروسيسور وبي سويتشنج فابريك ويطلع الاوتبوت بورت. فاذا الانبوت بورت راح نجي نشوفه شنو مالته الفانكشنز او شنو العمل مالته. هو يقوم بالفيزيكال لاير والداتا لينك فانكشن لينك لاير فانكشنز بيفور اوف ذا باكيت سويتش. يعني البيتس كونستراكتد عندي ريسيفد سيجنال اني البيت يحاول انه يستخرجها من السيجنال اللي مستلمه وياخذها من الفريم، هو تجي للفريم بها الداتا بها الباكيتس، فالباكيتس ديكابسوليتد فروم ذا فريم والايرور طبعا ديتكتد وكوركتد، اذا اكو ايرور راح يفحصها ويصلحها. الباكيت هو بعدين شنو يكون جاهز لي على مود يصير عمليه راوتد اليه، وين يطبع على كيو مثل السوا ياخذ سوا ويطلع واحد 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 شفتوا، ويودي وين الى السويتشنج فابريك الى السويتشنج فابريك. هو طبعا يعني الباكيت از نيدد عفوا is routed ready to be routed by the network layer. زين هسه راح نجي ال output port بالعكس، هسه طبط على ال switching fabric طلع من عنده ال frame الباكيت. هسه المفروض يودي وين؟ يودي الى network layer. شلون يودي؟ لازم ايضا يسوي له encapsulation يرجع الى ال frame ويرجع الى الداتا لينك والفيزيكال لينك بروسيسور. اذا هنا شنو على مود يروح يدزه الى على السيجنال. اذا راح يطلب ايضا كيو ومن الكيو يرجع الى الداتا لينك لاير ثم الفيزيكال لاير ثم يصير سيجنال ان اوردر للترانسميشن. اذا العمليه هي معاكسه العمليه الاوليه
هي العملية معاكسة. راوتينج بروسيسر، طبعا الراوتينج بروسيسر هو اللي يقوم، احنا مو قلنا، لا عفوا، احنا قلنا راح يطب الانبوت بورت، الانبوت بورت بي فيزيكال وبي داتا لينك لير بروسيسر، وبعدين يطبه الى كيو حتى يكون جاهز ليكون للنتورك لير. زين، هنا ماكو عندي نتورك لير، فالراوتينج بروسيسر هو اللي راح يقوم مقام النتورك لير، هو اللي راح يقوم مقام النتورك لير. فالديستنيشن ادريس هو نستخدمه على مود يعرف النكست هوب، يعني الطفره الثانيه او الطريق الثاني اله، ات ذا سيم تايم، العفو، الطفره الثانيه اله. نعم، طبعا هنا وكذلك يعرف الاوتبوت بورت حتى وين راح يروح يندس. هاي في بعض الاحيان تسمى تيبل لوك اب، التيبل لوك اب ليش؟ لانه لوك اب هي عمليه بحث كانه بالتيبل، لان هو بده يبحث بالراوتنج تيبل عن الطريق وعن الاوتبوت بورت. اذا تكون الجدول اللي عندنا بالباكيت سويتشنج، اكو عندي انتري اللي بيه رقم الاوتبوت بورت وعندي الديستنيشن. السويتشنج فابريك طبعا اصعب عمليه بالسويتش بالباكيت سويتش هو عمليه نقل الباكيتس من الانبوت بورت الى الاوت، عفوا، من الانبوت كيو تو ذا اوت بوت كيو. كذا السرعه، this طبعا السايز مال الانبوت اوت بوت كيو، حجم كل ما كان السرعه طويل طبعا السبيد قلت، لانه صار يعني عندي معناتها باكيتس هوايه، وكذلك الاوفر اول ديلي بالباكيت ديليفري. عندي هواية أنواع من السويتشنج فابريكس، ماكو أي طلب. عندي هواية أنواع من السويتشنج فابريك، كروس بار سويتش، بانيان سويتش، باتشار بانيان سويتش. دكتورة يقول جاي ترفض، ماكو، ما دي يطلع لي أصلا لا قبول ولا رفض. وينه وينه رفض؟ يعطي أمامكم، وينه؟ ده رفضاني، هي يعني قدامكم. هسه هو طب ما طب، دخلوني، لا تقاطعني كل ساعة. كروس بار مسجل سويتش يحضر من المسجل يحضر هو حيدر الماسد. ماكو، اذا ما يطب ما اسجله. The simple type of switching fabric هو منو؟ الكروس بار سويتش. كروس بار سويتش اللي اخذناه بالاول نوعيه من السويتش، تذكروها بالسيركت سويتشنج، الكروس بار سويتش. اذا عندي ان اوتبوت، العفو، ان انبوت و ام اوتبوت، فعدد الكروس بارز ايش قد؟ عدد الكروس بوينتس كنا نقول ان في ام، فهي هنا نفس الطريقه، هنا نفس الطريقه. هنا نفس الطريقه. زين، هاي قبلت الحيده وتوقع همين. زين، بانيان سويتش، بانيان سويتش هي ابروتش اخر الى الكروس بار، هو بانيان سويتش. هو عباره عن، شوفوه السويتش مالتي متكون من شنو؟ من مالتي ستيج، هو مثل المالتي ستيج بانيان، هو مالتي ستيج سويتش. اكو عندي العفو مايكرو سويتشز بكل ستيج، يعني A1 A2 A3 A4 B1 B2. اذا عندي هنا مثلا ثلاثة ستيج، وكل واحدة بها عدد من المايكرو سويتشز اللي تسوي راوتينج للباكيت باعتماد على الاوتبوت بورت. الاوتبوت بورت اللي عندي represented as a binary string. A binary string. زين، راح نجي. أول ستيج، هسه عندي هنا هذا الاوتبوت بورت، هذا البت اليسار، هذا البت الوسطي، هذا البت الأيمن. يعني هسه هذا اول اوتبوت بورت، صفر صفر صفر، واضح؟ زين، طبعا اذا عندي ان انبوتس وان اوتبوتس، فاكو عندي لوغاريتم اساس 2 ان عدد من الستيجات. شلون اعرف ايش كم ستيج؟ لوغاريتم ان لل 2. يعني هنا ايش قد هسه انا عندي؟ عندي 8 انبوت وعندي 8 output، يعني ان ايش قد عندي؟ 8. لوغاريتم ال 8 ايش قد؟ للاساس ان، للاساس 2 العفو،
لغة رتم 8، الأساس توجد. ألو، ألو، ستة تلافة. نعم، يعني عندي 3 ستيجات، عندي 3 ستيجات. زين، عدد المايكرو سويتشز ايش قد اللي عندي؟ عدد المايكرو سويتشز n على 2، n على 2، n ايش قد عندي؟ عندي 8، اذا 8 على 2، اذا عندي 4 مايكرو سويتشز بكل ستيج، وعندي 3 لوغاريتم n عدد من الستيجز. لوغاريتم n عدد من الستيجز. واضحة هاي؟ واضحة طلاب؟ يعني إذا عندي عدد الانبوت أكثر كلها راح تتغير. واضح؟ يعني إذا عندي مثلا عدد الانبوت 16، إيش كم ستيج أحتاج؟ 4 6 ممتاز. زين، عدد المايكرو سويتشز بكل ستيج إيش قد؟8 عافية، 16 على 2 8. إذا أنا أجيبكم بالامتحان قد أقول لكم تصميم للبانيان سويتش مثلا وأعطيكم الأنبوت. زين، هسه راح نجي هنا راح نشوف أنه الفيرست ستيج، شوفوا هذا الفيرست ستيج راف ذا باكيت باعتماد على الهاي اوردر بيتس، هاي اوردر بيتس على الأول قيمة، اول بت اللي يكون هاي اوردر، يعني مالته 2، هو مو مثلا عندي انا 2 اس 0 2 اس 1 2 اس 2، القيم الاساس مال كل بت مالته التمثيل القيمه العليا مالته. فاذا اول ستيج راوس الباكيت بالاعتماد على الهاي اوردر بتس، والسكند ستيج يعتمد على السكند اوردر بتس، والثيرد ستيج يعتمد على اللوست الثيرد اوردر بيتس. هي مبين، هو شفتوا يعني الليفت بيت والميدل بيت والرايت بيت وهكذا. واضح؟ البروبلم ويا هذا البانيان سويتش انه يصير عندي فد تصادم او كولجن، تداخل، يعني هو شنو ما اعتم اي اكو باكيتين يريدون نفس الـ output port. زين، فيحتوون على ادريس هداولي لنفس الـ output port. فبهالحالة اكو صارت عندي solution لهاي الـ problem انه على وصول الباكيت الى their destination. كي باتشار هذا اسم عالم، سوى switch. زين، صمم switch يجي قبل البانيان switch، يجي قبل الباينري سويتش، يسمى باتشر، فسموه باتشر سويتش، سموه باتشر سويتش. فهذا يرتب الانكمينج باكيتس باعتماد على مالتهم الفاينل ديستنيشن. طبعا يستخدم بعض الهاردوير تكنيكس على مود يوصل الى هاي التكنيك. فسمى السويتش مالته، قامت سمت هاي الكومبينيشن او هاي التقنيه تسمى باتشر بانيان سويتش. هي جاية من اسم العالم بشر اللي سوى هذا السويتش، خلاه قبل البانيان، خلاه قبل البانيان. إذا أكو موديل أكثر يسمى تراب موديل، تراب موديل أيضا هذا انحط between the butcher switch والبانيان switch ايضا لهذه العمليه. هذا شو يسوي؟ يخلي، ما يخلي دبليكيت بالباكيتس، يعني ما يخلي باكيت اللي تحتوي على نفس الديستنيشن اوتبوت انه تفوت، وانما اذا اثنين جوي في نفس الوقت ويريدون ونفس الديستنيشن يفوت وحده والثانيه تنتظر الى انذر تك، يعني اول تك فوت وحده وبعدين ذيك تنتظر الى ان توصل تيجي يفوت الثانيه. اذا ترتيب الباكيت على مود يمنع الدبليكيشن. اذا تراب موديل شنو فائدته؟ يمنع الدبليكيشن. هذا جدول هو مقارنه بين 3 انواع. هذا الجدول هو مقارنه بين 3 انواع اللي هي السيركت سويتشنج والديتاغرام باكيت سويتشنج والفيرتشوال سيركت سويتشنج. هذا ملخص للموضوع.
X.25 بروتوكول هو هذا شنو؟ هو ITU T standards. هذا يصف الترانسفير عفوا الانترفيس بين الهوست سيستم والباكيت سويتشنج نتورك والباكيت سويتشنج نتورك. الفانكشناليتي از سبيسيفايد ب 3 ليفلز اللي هي الباكيت ليفل واللينك ليفل والباكيت ليفل. فريم ريلي اذا سامعي طبعا هو هذا شرح عنه جدا جدا طويل، لكن احنا ما راح ندخل بيه يعني مو من ضمن منهاجنا، بس تعرفون عنه شنو. هو يوفر لنا بعض الترانسميشن سكيم تكنيكس اللي تكون مور افيشنت ذان الاكس بوينت 25. الستاندرز واز ايرير ذان ذوز فور اي تي ام. اي تي ام السيكونس ترانسفير مود ترانسميشن مود والكوميرشال برودكت also arrived earlier. طبعا الانستولد بيس اوف فريم ريل ريلي برودكتس انترست هاز سينس شيفتد تو اي تي ام فور هاي سبيد داتا نتوركينج. هنا راح نجي الى تعريف الهوب اللي انا طلبته منكم اذا تتذكرون به هوم وورك قديم طلبته منكم. ذا تيرم هوب هياته هو النمبر، دائما احنا نشوف number of hops along a path determine the routing table determine the next hop then from a given source to destination. اذا هو number of links between network nodes packet switching ATM switches routers that a packet travels along that path. يعني هو number of links اللي راح يواجهها الباكيتس اللي تروح من السورس الى الديستنيشن خلال عمليه المسار مالتهم. في بعض الاحيان the number of hops is defined to include the link between the source station and the network and the link between the station the destination station and the network. اذا الهوب هي عدد اللينكات بين السورس والديستنيشن اللي صادفها الباكيت خلال عمليه مساره، او ممكن يكون اللينكس بين النتورك نفسها والسورس ستيشن او الديستنيشن والنتورك نفسها. عوده الى اريدكم بس تنتبهوا لي على هاي النقطه حتى لا تقولوا لي انا ما قلت لكم اياها. انتبهوا علي تسمعوني طلاب. نعم ست. نعم. القانون مال مالتي ستيج بال سيركت سويتشنج مالتي ستيج سويتش امامكم تشوفوا عدد الكروس بوينت شلون طلعها طلاب وياي. اي نعم ست وياك. غير اكو دا يسمعوني؟ لا نعم دكتوره نسمعك. نعم ست وياك. ماشي عندكم اكزامبل 4.3 امامكم الان اللي هو ديزاين 3 ستيج 200 في 200 سويتش ومنطيتكم N و K و 4 و N small أمامكم مو؟ أكو ثالث سطر the total number of a cross point is 2KN زائد K في N على N قوس 2. تشوفوها 2؟ هاي 2 تشوفوها؟ عيست هاي تربيع هاي أس أس 2 يعني مو في 2 تضربوا أس 2 حسب هذا القانون. هياتا قانون عندكم اياه هذا صحيح هذا صحيح بس بالطباعه الاثنين صارت يمها هي المفروض اس اثنين يعني تربيع واضح؟ انتبهوا عليه حتى اخاف يجيكم بالامتحان لا تخربطون بيه تطلع غير قيمه لين واضحه؟ طلاب نعم ست واضح واضحة يعني هاي أس 2 وليس 2 هاي الاثنين هي أس 2 وليس 2 وليس في 2. نعم هسه نرجع إلى المحاضرة. هسه راح نجي الى راوتينج. الراوتينج طبعا الراوتينج هي من اصعب المراحل بالنسبه للسويتش داتا نتورك. الراوتينج استراتيجي
طبعا هواية اكو هواية خصائص ممكن انه على مود نصف هاي راوتينج ستراتيجي. الباي ماي فانكشن مال باكيت سويتشنج هو انه ياخذ اكسبت الباكيتس من السورس ستيشن وطبعا انه ينطيها يسلمها الى الديستنيشن ستيشن. اذا اكو عندي فد باث او راوت خلال عمليه الاتصال او خلال النتورك هاي لازم تحسب. طبعا اكثر من راوت راح يكون عندي بوسيبل. طبعا الريكويرمنت فور ذا فانكشن لازم تكون كوركتنس الصحه، سمبلسيتي البساطه، روبستنس الزمنيه التامه، الفيرنس عداله، اوبتيماليتي المثاليه، افشنسي الافشنسي مالتنا، والستيبلتي الاستقرار. زين طبعا احنا اكو بعض الباراميترز عندها هاي اوبريتي الى الاكستشينج مال باكيت بتوين نير باي ستيشنز. الى طبعا بعض التقنيات تولي اهميه كبيره او افضليه الى عمليه الاكستشينج مال باكيت خلال الستيشنز القريبه عن الستيشن البعيده. This policy يعني هاي التقنيه او هاي البرايورتي may max طبعا هاي قد تزيد من الثروبوت that will appear unfair to the station needs to communicate with distant station. بعض البرفورمانس كرايتيريا عندي ايضا هاي بعض المصطلحات للراوتنج تكنيكس بالباكيت سويتشنج نتورك، عدد الهوبس، الكوست التكلفه، الديلي تعرفوا والثروبوت، ديسيشن تايم بالباكيت بالداتا جرام سيشن فيرتشوال سيركت، ديسيشن بليس النتورك انفورميشن سورس، النتورك ابديت تايمينج. هاي مجرد مصطلحات او اليمنتس عناصر لتقنيه الراوتنج. طبعا اختيار الراوت قد يكون ينبني على مجموعه من العوامل. هنا احنا طبعا احنا دائما الواحد من يريد يروح من مكان لمكان ايوه لازم ياخذ الطريق المختصر، مو صحيح؟ عمود يقلل ديلي حتى يوصل بسرعه، انا ما اروح على الطريق الطويل. فهنا الهدف مالتي انه القى مينيمم هوب راوت. مينيمم هوب راوت يعني الطريق اللي يكون بعدد اقصر من اللينكات. من الهوبس one that passes through the least number of nodes. اللينكات او النودز هو الهوب يعبر عن نودز او اللينكات اللي تصادفني بالطريق through the network. اذا هنا شوفوا مثلا هذا كل لينك عليه شنو، هذا الكوست، كل لينك عليه مثلا الكوست اللي عندي، التكلفه مال كل لينك موجود عندي على اللينك نفسه. فبهالحالة شلون راح اختار الطريق مالتي؟ فمثلا اني اريد هسه نعم مثلا راح ناخذ مثال الطريق من النود 1 الى نود 6. الطريق الى نود 1 شوفوا نود 6 هسه هذا كاتب لك اللينك هذا شنو الاسهم من N1 إلى N2 الكوست مالته 2، بينما من N2 إلى N1 الكوست مالته 3، يعني في كل دايركشن كاتب لك الكوست. فإذا نريد نروح على N1 إلى N6 خلينا نحسب، إذا أخذنا الطريق N1 N2 N3 N6 إيش قاعد نحسب؟ 2 3 5 و5 هذا 10، هذا إيش قاعد أخذ؟ 10 اللي هو الطريق 1 هذا 2 3 5 مو الطريق N1 N2 N3 N6. زين اذا قلنا هسه نجي على مثلا اذا حسبنا هنا N1 N4 7 لا عفوا هذا غير دايركشن هذا N1 N4 ايش قد؟ 1 N4 N5 ايضا 1 N5 الى N6 ايش قد؟ 2 اذا الكوست مالتي ايش قد؟ 4. إذا منو اللي كلف أقصر من عند الكوست؟ هو الطريق الثاني اللي هو N1 N4 N5 N6 واضحة؟ هذا هو الكوست أقل. طبعا انتبهوا على الدايركشن هذا يختلف، شوفوا الكوست مال الدايركشن اللي جاية هذا طبعا شرحت لكم عنه. الكوست قد يكون له علاقة بالداتا ريت. الكوست قد يكون يا أما يا اما تكلفه بالمعامل الدولار مثلا او بالدينار او بالعمله، يا اما تكلفه بالداتا ريت. طبعا الهاير داتا ريت اون ذا لينك ذا
lower assigned cost of the link أو قد يعتمد على الكيوينج ديلي on the link. فبالحالة الأولى اللي تعتمد على ال higher data rate شو تسوي لي؟ تسوي لي higher، يعني أنا يجوز أعتمد إن أنا أعطي الأرقام مو كعملة، كاد أعطيها data rate. فإذا أحصل لي فيكون الكوست المفروض إن أنا إنه ألقى الطريق اللي يكون بأعلى data rate. المفروض the lower the assigned cost of the link هو اللي حقق لي the higher data rate. إذن بهالحالة راح أحصل على higher throughput. أو قد يكون delay. قد يكون delay. فبهالحالة راح أحصل على minimize delay. هذه تسوي في least cost out بهالحالة. بحالة delay راح يحصل لي يسوي لي minimize لي ال delay. طبعا هنا بحالة الـ data rate احنا حاكينا اخذنا الـ cost قد يمثل data rate، الـ lower cost قد يمثل higher data rate او قد يمثل minimize delay. بهالحالة اثنيناتهم عملية routing من source للـ destination هي straight forward. والـ processing time راح يكون the same for either computation. طبعا الـ least cost الأقل لوست ليست كوست يعني الكريتيشن اللي قلنا عليها هي كلش سلسة شفتوها حساب مجرد حساب عمود أوصل الديستنيشن فهي تستخدم أكثر من المينيموم هوب كريتيشن فهي اللي تستخدم طبعا هي هاي أيضا يعني الجوريثم طويلة بس هاي اللي أخذناه من عنده عندي عدد كبير من الراوتينج استراتيجي على مود نسوي راوتينج requirements للباكيت سويتشنج نتورك. اكو عندي فيكست راوتينج، اكو عندي فلودينج، اكو عندي راندوم راوتينج وعندي ادابتيف راوتينج. وكل واحده منطيتكم مقدمه عنها يعني ما بيها شيء يعني تحتاج انه اشرحها بالتفصيل، مجرد هو يعني تعريفها سطرين ثلاثه عنهم. ناتي الى الموضوع الاخر اللي هو الكونجستشن. الكونجستشن الامبورتنت ايشيو بالباكيت سويتشنج نتورك هو الكونجستشن. ليش؟ احنا قلنا بالسيركت سويتشنج الطريق يؤمن قبل عمليه الترانسفير، لكن بالسيركت بالباكيت سويتشنج ماكو عندي سيت اب فيس ولا تير داون ولا فقط ترانسفير داتا، يعني يظل السورس يدز بغض النظر انه اللينك صار بيزي، اللينك صار شو اسمه صارت كوليجن، يعني تداخل ما يهتم وانما يظل ايدز. فاذا بهالحاله فهاي تعتبر فصارت عندي مثل الازدحام، يعني انا السيارات تظل تروح بهذا الطريق، هي ما تدري انه اكو صار ازدحام، فالكل صار سويه فصار عندي ازدحام، فكذلك بالنتورك الباكيت تظل تندز وهو اصلا اللينك صار بيزي، اللينك صار اوفرلود، فصار عندي الكونجستشن. فاذا هنا الكونجستشن بالشبكه ممكن ان تحدث اذا صار عندي لود على النتورك، يعني النمبر اوف الباكيتس زاد عن الكاباسيتي مال سعه النتورك، سعه النتورك او حجم النتورك عدد البايتس اللي يقدر يحملها. فالكونجستشن كنترول هو التكنيكس والميكانيزم that can either prevent congestion before it happens or remove congestion after it has happened and keep the load below the capacity. إذا أكو عندي congestion control يا أما هي سيطرة على الازدحام يا أما ممكن يصير قبل ما يحدث congestion على مود نتلافة أو بعد ما يحدث بحيث ترجع السايز مال النتورك او حتى اللود اللي يصير على النتورك هو اقل من الكاباسيتي مالته. كل سيستم بعملية الويتنج مثل الباكيت سويتشنج نتورك يصير بعملية الكونجستشن. كذلك ممكن تحدث بين لان الراوتر والسويتشز مو قلنا اكو كيو ممكن ان يصير ازدحام على الكيو ايضا قبل عملية البروسيسنج فممكن ان يصير الكونجستشن. الراوتر عنده input queue عنده output queue لكل interface. إذا لما عندي الباكيت يوصل إلى interface قبل عنده ثلاث خطوات قبل ما يغادر هذا الانترفيس. راح نشوف هذا الكيوب والراوتر، هذا راوتر، هذا كأنه راوتر، شوفوا
input Q قبل الانترفيس، عندي input Q ثاني، طب عندي هنا input Q، اذا ثلاثة، اذا كل input Q عنده كل انترفيس اكو عندها input Q عندها output Q. لما الباكيت يجي على الانترفيس الانكومينج عنده ثلاث خطوات، لما قبل انه يغادر، قبل انه يغادر اول شيء الباكيت ينحط بنهايه الكيو الانبوت كيو، لانه انا مود ينتظر الى ان واحد يجي يفحصه. The processing model of the router تاخذ الباكيت from the queue مباشره اول ما يوصل، وما شيكه it reach the front of the queue. طبعا يعني هنا في form first in first out، اول واحد يوصل اول واحد يفوت. وتستخدم الراوتنج تيبل والراوتنج والديستنيشن ادريس مالتها حسب التيبل هذا اللي مال باكيت سويتشنج، على مود شنو، على مود تلقى الراوت اللي يروح به. The packet is put in the appropriate output queue، على مود تالي ورا ما وصل الباكيت وصل تشيك راسا راح لل هو البروسيسور راوتنج اللي بي راوتنج تيبل، على مود يعرف مالته الديستنيشن ادريس الاوتبوت بورت ويطلعه على الكيو مال اوتبوت بورت، اللي مود يندس. زين اكو عندي مشكله هنا، أنا عندي شغلتين حتصير. اذا ويت مال باكيت ارايفل، وصول زمن وصول الباكيت هو اعلى من الباكيت بروسيسنج ويت، فراح على الانبوت كيوز راح تصير اكبر واكبر. هاي وحده. إذا وقت المغادرة أو نسبة الداتا مال ويت، نسبة المغادرة أقل من الباكيت بروسيسنج ويت، فالأوتبوت كيوز بالعكس راح يكون أكبر وأكبر. فإذا لازم نكون منتبهين على هاي الشغلتين. راح نجي إلى أنا عندي congestion control، أهم فاكتور زي أهم فاكتورات، وكذلك بالنتورك أنا ممكن أشوفها أو أتابع أو تأثر على كفاءة النتورك هي الـ throughput والـ delay، الـ throughput والـ delay. فإذا هذا الـ delay شوفوا شلون لما عندي no congestion area ولما عندي congestion area شلون الـ delay يزيد، شلون الـ delay يزيد. والـ throughput شوفوا يعلى 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 وبعدين ينصح. هاي delay versus not، هذا delay وهذا L2 put والload هو ال X axis. نعم ال congestion control طبعا هذا هو نفسه اللي قلناه هسه، اللود أقل من الكاباسيتي مال الشبكة، فالديلي طبعا ما عندي ديلي، ما عندي congestion ما عندي ديلي. طبعا المينيمم ديلي هو عبارة يتكون من propagation delay ولا processing delay، واثنيناتهم negligible يعني ممكن أنه تهمل. نعم لما نريتش لما اللود وصل إلى الكاباسيتي مال النتورك the delay increase sharply، شوفوا دي قام يزداد لما اللود صار يعني وصل للكاباسيتي مال النتورك، قام يعني الباكيت قام تصير اوفرلودينج، شوفوا قام يزيد الديلي بصوره حاده. نعم والثروبوت طبعا لما يوصل الديلي، لما توصل انه الباكيتس قامت تندز والكاباسيتي مال النتورك يعني زاد عن الكاباسيتي، اللود صار فوق الكاباسيتي، فالديلي وصل للانفينيتي، الديلي وصل للانفينيتي. هنا لما اللود اقل من الكاباسيتي مال النتورك ذبعوا انه الثروبوت يزداد ويا اللود بصوره متناسبه، بصوره متناسبه. الآن إلى الـ congestion control، مثل ما قلنا congestion control أكو عندي استراتيجيات إلها، يا أما أنه أسوي الـ congestion أنه أحس به قبل ما يصير الـ congestion بحيث يسيطر عليه، أو ممكن أنه بعد وراها بحيث أنزل اللود بلودة capacity. أكو عندي نوعين، أكو عندي open loop وعندي closed loop. بـ
بالاوبن لوب اكو عندي عدد من البوليسيز او التقنيات او ترانسميشن الويندو اكنولجمنت ديسكاردينج ادمشن، وهنا عندي باك بشر تشوك باكيت امبليسيت سيجنالينج واكسبليسيت سيجنالينج. ايضا نعطيكم كل وحده شرح عنها يعني بس تعريف. هنا الاوبن لوب كونجستشن كنترول هذا يسيطر على الكونجستشن قبل ما يحصل، يحاول يمنعه يعني. فهنا عندي ريترانسميشن بوليسي، اذا السندر يحس انه هذا الباكيت اللي راح يوزله هو لوس او باكيت، ذا باكيت نيد تو بي ريترانسميتد، اذا يعيد ارساله. ريترانسميشن طبعا هذه هنا هذا راح يزيد اللود على النتورك، هو اللود صاير بالنتورك، وهذا هم راح يحس انه مالته انه هو دز الباكيت وما جاله اي جواب، يعني اكو صار عندي لوس او كوابت، راح يروح يعيد. فاذا انه اتبع فد ريترانسميشن تقنيه انه تكون جيده ممكن تمنع الكونجستشن. ممكن يستخدم تايمرز، ممكن يستخدم تايمرز انه على مود اوبتمايز افشنسي وتمنع الكونجستشن. ثاني شيء ذا تايب اوف ويندو ات ذا سندر، ممكن انه يستخدم فد مثل الشباك بالسندر يسمى سلكتيف ريبيت ويندوز. طبعا اكو عندي نوعين من التقنيات، هاي كلش طويل الشرح عنها، اللي هي سلكتيف ريبيت والجو باك اند ويندو. ممكن انه اللي يستخدم سلكتيف ريبيت احسن من عنده. بالجو باك ويندو التايمر تايمز اوت سيفرال باكيتس مي بي ريسيت، يعيد تصفيرها. فاذا هاي العمليات الدبليكيشن ريسيت يعني ايضا يعيد ارسالها، فراح يصير عندي دبليكيشن الباكيت وراح يصير عندي الكونجستشن. بينما سلكتيف ريبيت ويندو تراينز تو سيت بس مجرد الباكيت اللي هي صار بها لوست او كوربتد. اكنولجمنت طبعا اذا الريسيفر ما يخبر السندر انه يابا ينطي له فد اكنولجمنت انه الداتا وصلت مالتك الباكيتس وصلت، هذا راح يسوي كونجستشن. ليش؟ لانه ما جزء اكنولجمنت، فالسندر راح يضطر يعيد الدز، فراح يصير عندي الكونجستشن. فممكن انه اذا يسوي له فد اكو فد سبيشال تايمر او لما يوصل الباكيت يدز فد اكنولجمنت انه يعرف السندر حتى بعد ما يدز الباكيت من جده. طبعا discarding policy هاي يستخدمها الراوترز انه عمليه اهمال للباكيت، ايضا تقنيه معينه او حسب استراتيجيه يقوم بها الراوتر، اذا كانت جيده ممكن انه يمنع الكونجستشن. admission policy switching in a flow first check the resource requirements of a flow before admitting it on the to the network، يعني هنا السويتشز تشيك المسار هل هو اوكي جيد وتدز بيفور انه تسوي عمليه الاتصال. الراوتر كان ديناي استابلش الفيرتشوال، ممكن الراوتر يرفض او يسوي يوقف عمليه الفيرتشوال سيركت كونكشن اذا اكو كونجستشن بالكنترول، او انه اكو احتماليه الى كونجستشن مستقبلي. هذا كله استراتيجيز او البوليسيز في حاله الاوبن لوب كونجستشن. هسه اذا عندي كلوز لوب كونجستشن هذا وما يصير الكونجستشن، هاي كلها قبل ما يصير، يقول له انه احتمال الباكيت مالته ما وصلت او كوابتد، فشو يسوي؟ هسه هذا شنو كلوز لوب؟ انه وما صارت عندي الكونجستشن وما صارت عندي الكونجستشن. اذا اول شيء باك بشر هنا أنا عندي مثلا النود صار بها كونجستشن، فهي تتوقف عن استقبال طبعا الريسيفنج الداتا هياتها. فاذا باك بشر يندز من نقطه الى نقطه انه حتى يبلغنا انه ترى اكو كونجستشن، زين انه كونجستشن، اذا على مود يصير عمليه السيطره عليه. طبعا هو يمشي الباك بشر من اسمه باك يعني خلفي، يعني يندز من هاي النود الى النود الاوليه الى السورس، زين يقول له ترى اكو كونجستشن حتى يقدر يسوي عمليه السيطره عليه.
يعني هنا النوت هاي صار عندها هواية داتا ذات it can handle، فإذا هي تسقط مجموعة بعض الباكيتس بالانبوت بفر مالتها، and انه تقول له النوت 2 تقول له slow down. نوت 2 أيضا صار بي load أيضا راح يروح slowing down الاوتبوت مالته فلو، ويقول له انه النوت 2 أيضا يقول له النود 1 انه يابا شوية بطئ صار عندي congestion. زين، فأيضا نود 1 قد يكون بها صار ازدحام، فأيضا إلى حد أنه صير الداتا اللي تنوصل للداتا slow down يعني بطيئة بطيئة، فيقول له هذا راح يمنع الكونجستشن، لأنه من صارت النود 3 بها الكونجستشن بطأت الداتا مسار الداتا، وأخبرت النود 2 يابت ربيع صار ازدحام، هاي هم أيضا دزت لها باك بشر، وهكذا إلى حد ما يوصل ال سوال. إذا نلاحظ أن الباك بشر مثل ما قلنا من النود 3 راح بعكس الاتجاه إلى أن وصل لل سورس. هذا إن التقنية استخدمت بال X.25 بال Virtual Circuit Network. ليش؟ لأن الدكنيك هذا ما يستخدم بالداتاجرام نتورك. ليش؟ لأنه الراوت does not have the slightest knowledge of the upstream router. لأنه إحنا مثل ما قلنا الداتاجرام أو resources ما تنحجز ولا الاستابليش للكونكشن، وإنما الباكيت سندز بدون أنه ندري، فهاي التكنيك ما تستخدم بالداتاجرام نتورك. أتشوك باكيت، أتشوك باكيت هو الباكيت اللي يندز أيضا to form إلى السورس، راح يقول له بالكونكشن، راح يقول له يابا اكو كونكشن. الباكيت اللي تندس من الكونجستشن يعني من النقطة اللي صار بها كونجستشن تشوك باكيت، تشوك باكيت على مود تقول ترك اهو كونجستشن. الباك بشار اللي شرحناه الورنينج راح يكون من نود الى نود اب ستريم يعني بخط تصاعدي او الى النقطة الاعلى منها، يعني إذا أن توصل إلى سورس نود 3 تروح إلى نود 2، نود 2 إلى باك بشر لكل نود، صحيح؟ زين، إلى أن توصل إلى السورس. بتشوك باكيت الورنينج رأسا من الراوتر اللي بي كونجستشن إلى السورس ستيشن دايركتلي، هاي مهمة النقطة، واضح؟ تشوك باكيت رأسا من النود إلى العفو هذا السورس، من النود إلى السورس، بينما ذاك لا، من النود إلى النود L قبلها إلى أن توصل إلى السورس، يعني upstream بشكل تصاعدي كأنه. طبعاً هاي يعني هنا النود 2 والنود 1 ما يصير لها إنذار، ما يصير لها إنذار، warn يعني إنذار، ما يصير لها إنذار، وإنما مجرد السورس ستيشن. implicit signaling هنا ماكو فد communication بين النود اللي صار بها الكونجستشن أو النودز وين سورس، ماكو. The source يحذر إذا أكو congestion in the network في من أعراض أخرى، يعني مثلا السورس يظل send دز هواية باكيتس وما يشوف أكو acknowledgement، إذا يعرف أنه هذا النتورك صار بي congestion، فشي يسوي السورس slow down يعني يبطئ بالإرسال، slow down system صار بي slow down. هاي مثل الإنترنت، إحنا انتوا تلاحظوا المواد افتح صفحات هوايه زين، وتقوم شو تسوي؟ يصير لود على الشبكه، توقف الاستجابه شويه شويه الى ان ابدي اسدسد الصفحات، تبدي ترجع العمليه ترجع العمليه انه شويه تسرع هاي الصفحه، قد اسدها قد اسوي لها ريفريش فيبطئ النظام، فهي هاي وحده من الكونجستشن كنترول، طرق السيطره على الكونجستشن. العفو. إذا بالإمبليسيت ماكو عملية اتصال بين النوتس، وإنما اللي هو السورس يحذر إذا اكو صار عنده كونجستشن، لأن شاف الباكيتس مالته صار بيها لوست أو يعني ماكو اكنولجمنت، فقال إنه النتورك احتمال بيه كونجستشن. الإكسبليسيت سيجنالينج يقول لك النود اللي يصير بيها الكونجستشن
هي send a signal to the source أو destination. بالشوك باكيت method قلنا باكيت راح يندز من النود اللي صار بها الكونجشن إلى السورس. بس فهنا أنا عندي فهنا أنا همينة separate packet but in the نفس الشيء signal أكو راح يندز بالباكيت اللي تحمل الداتا اللي صار بها congestion. ممكن أنه نمثلها يا أما backward signaling يا أما forward signaling يا أما يعني يرجع لورا للسورس. هسه نشوف شنو عندنا. هاي الباكورد سيجنالينج موفينج طبعا هاي الدايركشن عكس الى الكونجشن راح يرجع للخلف مثل الباك بريشر راح يرجع للخلف. فاذا هنا هذا البيت راح يقدر يقول للسورس انه اكو كونجشن او لازم يبطئ على مود سلو داون ذا ديسكارد على مود يتجنب الديسكاردينج مال باكيتس. والفورورد بالعكس تمشي ويا اتجاه الكونجشن هنا يعني تروح للديستنيشن. هسه احنا هذا راح ناخذ هنا طبعا هاي الطريقه الاولى الباك بريشر نلاحظ هذا الكونجشن مثلا بطريقه الباك وورد سيجنالينج اكو بت راح ينوزل عفوا بعكس اتجاه الكونجشن يعني لي ورا يعني يروح للسورس يقول له يا بت اكو كونجشن سلو داون. الفورورد سيجنالينج راح تروح بالعكس من هاي النود الى الديستنيشن بت تروح من النود الى الكونجشن تمشي باتجاه الكونجشن الى لان هو اتجاه الكونجشن دا يصير باتجاه الديستنيشن دائما لان هي كل ما ايدز النود في البدايه ما صار بها توصل مثلا بالنص صار اللود فصارت الكونجشن فاذا الكونجشن دا يصير باتجاه الديستنيشن. فبهالحالة الريسيفر قد يكون يستخدم فد بوليسيز مثلا قد تقنيات يعني قد يسوي slowing down للأكنولجمنت على مود يقدر يتجنب هذا الكونجشن. إذا طريقة الاكسبليسيت سيجنالينج هي مشابهة للباك بريشر لكن العفو للتشوك باكيت. التشوك باكيت كان التشوك باكيت يندز من النقطة اللي بيها النود اللي بيها الديستنيشن اللي عفوا الكونجشن إلى السورس مباشرة بدون أنه يمر بالنودات الأخرى. هنا السيجنال in the packet included in the packet that carried الداتا هنا كنا نستخدم separate packet اللي يسمونه choke packet بهاي الطريقة اللي قبلها لكن هنا راح نستخدم هاي choke packet استخدمناها لما بالopen loop congestion يعني congestion قبل ما يحصل يعني congestion قبل ما يحصل. فهنا لا قد يكون هنا حصل congestion بالclose loop وفسignal بالpacket او بالداتا هي اللي راح تسوي لي العمليه الوارنينج اللي هي الكونجشن. هو بت كان بي سيت ان ذا باكيت يا اما يمشي في اتجاه الكونجشن الى ان يوصل للريسيفر حتى الريسيفر يسوي مثلا بعض البوليسيز مثلا سلوينج داون ذا سيستم او باكورد او هذا البت بالباكيت سيت ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف ذا كونجشن يعني يروح للسورس وايضا السورس بهالحاله راح يسوي سلوينج داون للنتورك نعم. موضوعنا الاخر ان شاء الله شويه بس نتكلم عليه. انتم موجودين طلاب؟ نعم ست. نعم ست وياك. هسه خلصنا الباكيت سويتشنج من نوعيها الداتاجرام والفيرتشوال سيركت سويتشنج. نجي الى الموضوع الاخر اللي عندنا هو اللوكال اريا نتورك والوايرلس لوكال اريا نتورك. اكو عندي هنا خليني اشوف هاي بالله اذا هي
هاي ملحق بمحاضرة واحدة نخلصها. شو هاي؟ هاي محاضرتين وهاي آخر شي سكيورتي. تشوفون المحاضرات اللي بقت لكم؟ هاي السكيورتي مجرد شرح، شوفوها ما بيها دايجرامات أو الجوريثمات. هو سكيورتي ما بيه مجال، هو شرح يعني. يعني قد حاولت أقلل من عنده، بس هو أصعب موضوع بصراحة سكيورتي يعني. هاي إن شاء الله اللي بقت لنا يعني فد 3 محاضرات إن شاء الله. Local Area Network احنا اخذناه وشرحناه هواية، هي شبكة مساحة محلية اللي يكون في عبارة عن مجموعة من الحاسبات او النوتس المرتبطة في بيت، في شركة، في جامعة، فهي Local Area Network. طبعا can be used as related network على موديول computers بمنظمة for the sole purpose of sharing resources. طبعا أريد أشارك resources، أريد أشارك طابعة في مختبر نفس الطابعة الكل يطبع منها، أريد أشارك بعض resources، فهي هاي تعتبر واحدة من فوائد اللان. يستخدم هواي اللان ماركت، اكو تكنولوجيز الايثرنت، توكن رينج، الباص، الاف دي دي اي والاي تي ام لان. الكماند لان كونفيجريشن is the one that supports personal communication. Personal communication يعني لانز اللي يربط personal computers. طبعا low cost of such system such as disk، او ممكن اشارك البرينتر، ممكن اشارك الديسك، ممكن انقل ملفات الى اخره. عندي اكو communication server اللي ممكن يزود لي control access الى هاي ال resources. طبعا الكي ريكوايرمنت هو اللو كوست مالتي. الباك بون لانز ذا انكريزنج يوز الى الابلكيشن والبيرسونال كمبيوتر والديستريبيوتد بروسيسنج ابلكيشنز، اذا احتاجينا الى استراتيجي تكون مرنه الى اللوكال نتوركينج. فالوايد داتا كوميونيكيشنز الاتصال بالوايد داتا يعني ريكوايرز ا نتوركينج سيرفيس that's connected that is capable of interconnected equipment in a single or large. السوق العامة اتطلبت انه نربط ونوزع المصادر ونربط حاسبات الشخصية ببناية كبيرة او مجموعة او عقدة من البنايات، فهي نستخدم طبعا اني اهم شيء الكي ريكوايرمنت مالتي هي اللو كوست. فاذا فالمور اتراكتيف سوليوشن انه اسوي لور كوست ولور كاباسيتي لانز خلال من ضمن بيلدينج او ديبارتمنتس، او انه اربطها بهاير كاباسيتي لانز. فاذا هاي هي تعتبر الباك بون لانز، مثل الهيكل العظمي من اللانز، هيكل العمود الفقري لللانز. واضح؟ باك بون، باك بون. اذا نال شنو؟ انه مجموعه انا عندي اللانز مالتي لو كوست لو كاباسيتي، اجمع خلال دول اللي موجودين ببيوت مثلا او بشركات، اجمعهم اذا لارج بيلدينج فاربطها بهاير كاباسيتي لانز، فهذا يسمى الباك بونز. التوبولوجيز الكي اليمنتس مال لانز هي التوبولوجي التشكيله مالته، الترانزميشن ميديم الوسط الناقل، الوايرنج لاي اوت طريقه تشكيل الوايرات، الميديم اكسس كنترول السيطره على الوصول الى الميديم. هاي مو بس تحسب الكوست وانما اول كاباسيتي مال لانز، بس كذلك نوع الداتا اللي راح يصير لها ارسال، نوع الداتا ذات كان بي ترانسميتد، والسبيد والافشنسي الكفاءه والسبيد والسرعه مال نتورك، وكذلك انواع الابلكيشن اللي نقدر نطبقها. اذا راح نشوف انه احنا التوبولوجي اخذناها باول محاضره، هي الطريقه الاند بوينت او الاند سيستمز او الستيشن، انه طريقه تربط الى النتورك. اختيار التوبولوجي يعتمد على كثير من الفاكتورز،
بتتضمن الريليابلتي الاكسباندابلتي والبيرفورمانس. طبعا اخذنا الباص والتري والرينك والستار، هاي انواع ورسوماتها. الباص طبعا هو سبيشال كي من لتري، وعندي لاحظ الباص شكله هو عبارة عن تراك بدون أفرع. والباص والتري توبولوجيز هو يستخدم شنو المميز بها؟ أنه نستخدم مونتي بوينت ميديام مثل ما تعرفون بالباص. هذا الباص نرجع إلى وسم مال الباص. أمامكم الصورة واضحة. نعم راح نلاحظ هنا بالباص هياته عندي هذا. إيش نلاحظ؟ الباص العفو الإنترنت شوي دا أحسه بطيء. مثل ما قلنا بالباص انه اكو عندي كل الستيشن تنوبط فيه موصل، مش هذا واسن يروح على الترانسميشن ميديوم او باص. بالفول دوبلكس اوبريشن يعني الفول دوبلكس اللي قلنا عليه ترانسميشن يعني ارسال واستلام في نفس الوقت بتوين ذا ستيشن والتاب، هذا انه تخلي الداتا ترانسميتد اللي تنوصل على الباص تستلم من الباص اذا الترانسميشن راح تكون هي انه الداتا تظل بروبوجيشن الى ان توصل الى الديستنيشن. بروبوجيتس اوبن ميديوم ان بوث دايركشن، وطبعا تنوصل بكل الستيشن اللي موجوده على الباص. بكل نهايه من الباص اكو عندي تيرمينيتنج ريزيستنس، اكو عندي تيرمينيتنج او تيرمينيتر اللي هي تسوي اللي تلاحظ او تتبع كل سيجنال وتشيله من الباص. التري توبولوجي باعو هو عباره عن كيس، هو باص احنا قلنا كيس من التري، فاذا هو بصوره عامه للباص توبولوجي هو منو التري. باعو هنا مجموعه من الباص المربوطه الى هنا باعو، هذا الباص عباره عن كل ستيشن مربوطه بموصل بحيث الداتا تظل بروبوجيشن من السورس الى ان توصل للديستنيشن. اكو عندي ترمينيتر اللي هو يلاحظ السيجنال ويشيلها من الباص. فالتري هاي هياتها شوفوا. الترانسميشن ميديوم اللي عندي هي برانشنج كيبل، هنا الترانسميشن شوفوها برانشنج كيبل without branches هي عبارة عن قلنا بدون برانش ترانسميشن كيبل، ترانسميشن هذا ميديوم مالتنا. نرجع إلى التري هياته. أكو عندي تبدي النقطة عملية الترانسميشن تبدي من الهيد إند، هيد إند ممكن أنه شوفوا أكثر من كيبل ستارتد من الهيد إند. باعوا ممكن أكثر من كيبل ستارتد بالهيد إند وكلها ما بيها، وطبعا هاي ايضا كل وحده ممكن تروح الى برانش ايضا كيبلات اخرى. هاي بالتري الباص الوحده ما بها برانش، التري مجموعه من الباصز المتفرعه. واضحه البرانش على مود هاي كلها حتى تخدم لي انه عندي كوايت ليوت نعم. اذا الستيشنز ترانسميت للداتا شو تكون بسمول بلوكس، راح نسميها فريم. كل فريم يحتوي على نسبه من الداتا ذات انه الستيشن يريد يدزها. طبعا بلس ذا الفيرم هيدر ايضا عنوان الفريم هيدر وكنترول انفورميشن. كل ستيشن بالباص لها ادريس او ايدنتيفاير، وطبعا الديستنيشن ادريس موجوده وين؟ بي ال هدر، الديستنيشن ادريس موجوده بالهدر. شوفوا هنا هاي عمليه الارسال. سي ترانسميتد ادريس تو اي، باعوا الديستنيشن ادريس وين موجود؟ بالهدر مال الفريم.
راح تروح وين؟ للبي. البي شاف انه الديستنيشن مالته ادريس هو اي يعني مو بي، فاذا همله وين يروح؟ يروح على الاي. الاي شاف انه الديستنيشن ادريس مشابه الادريس مالته فيسوي كوبي للفريم ودزه، يسوي كوبي للفريم واي دزه. واضح هذه العمليه ان شاء الله؟ بس نخلص التوبولوجيز ان شاء الله ننهي المحاضره. انا بيكم تعبتوا طلاب وياي؟ نعم دكتوره. نعم بس ان شاء الله نخلص هاي التوبولوجيز حتى ننهي المحاضره ان شاء الله. الوينك توبولوجي، الوينك اذا تتذكروه مثل الحلقه، وينك توبولوجي هو الحلقه اللي تبقى الباكيتس تدير داير مدايرها الى ان توصل النسوس للديستنيشن. بهالحاله شو راح نستخدم؟ الريبيترز. راح نستخدم الريبيترز. الريبيترز يو توبولت بوينت تو بوينت لينكس الى بتوين ذا نودز اوف ذا نتورك. يو توبولت بوينت تو بوينت بتوين ذا نودز اوف ذا نتورك. واضحه؟ راح نجي نشوف الشكل مالته حتى تشوفون تفصيلته أكثر. نعم. راح نجي نشوفه نرسمه، العفو نشوفه الرسم مالته بصورة أوضح. هاي وينج شفتوها؟ مربوطة داخل الحلقة، فالداتا تروح من نود إلى نود داخل هاي الحلقة، وطبعاً مربوطة بـ ريبيترز. مربوطة بـ repeaters تنربط point to point between each nodes in the network. طبعاً الـ repeater هو simple device. لا العفو. simple device اللي يكون قادر على استلام الداتا وإرسالها على اللينك. طبعاً شلون يتم الإرسال؟ bit by bit. bit by bit. as fast as they receive بسرعه اللي توصل بها. The links طبعا new directions يعني باتجاه واحد. يعني الداتا ترانزمتس بالفريم ب one direction وتروح داتا ترانزمتد بالفريم in one direction و circulated طبعا تروح على كل الستيشن في نفس الاتجاه، يعني ما تروح وتجي. تبقى باتجاه واحد إلى أن توصل إلى الديستنيشن باتجاه عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة. وها الديستنيشن هو اللي راح يميز الأدريس حسب الأدريس اللي موجود بالهيدر ويطبع ويستنسخ الفريم وين يحطها باللوكال بفر مالته. طبعاً راح يظل الفريم كونتينيوس، بعدين مو يستنسخ الفريم اللي بيها الديستنيشن الأدريس مالته، راح تروح الفريم ترجع تبقى سيركوليتد الى ان ترجع الى السورس اللي بعدين ريموفز. طبعا نحن نحتاج الى ميديوم اكسس كنترول للسيطره على عمليه الوصول لهذه الميديوم، على مود نحسب تو ديتيرماين ات وات تايم شو وقت كل ستيشن انسيارت ذا فريم. طبعا ذا بيست ثروبوت اوف اني توبولوجي هو الرينك. الرينك من فوائده انه يعطيني احسن توبوت، والديس ادفانتج مالته انه سنجل لينك او ريبيتر فيلر. يعني هسه لو نجي على هذا الرسم مالتي راح نلاحظ انه اي فيلر راح توقف لي الشبكه. اي فيلر بريبيتر العفو او النود راح يوقف عمليه الكوميونيكيشن. هاي من الديس ادفانتج مالته، اللينك او الريبيتر توقف الشبكه. راح نجي نشوف باعوا C يريد this إلى A. شوفوا هسه A موجودة وين الديستنيشن ادريس بالهدر، راح تروح إلى B. B راح يشوفها هي مو هاية راح يهملها. وين جتي؟ هنا واحد شافها إنه مو الديستنيشن ادريس مالتها مو B، إذا انهملها. هنا واحد رجعت لي LA، شافها إنه هو نفس الديستنيشن مالته، يعني هو نفس عنوان نفس الديستنيشن اللي موجود بها، راح يسوي له كوبي. راح يسوي له كوبي ويرجع يدزه، هو يرجع هذا سيركوليت
يرجع الى ان يرجع الى السورس، هو السي مالته السورس، يرجع الى السورس اللي همله، يرجع الى السورس اللي همله. هاي هي عمليه الوينج، هاي هي الوينج. نعم، بالستار توبولوجي، بالستار توبولوجي كل ستيشن شو تذكروها الستار، كل ستيشن ينوبط الى سنترال نود، الى تو بوينت تو بوينت لينك، 1 فور ترانزميشن 1 فور ريسبشن، واحده للارسال واحده للاستلام. طبعا هنا اكو عندي فد تو ابروتشز او تو استراتيجيز لهاي السنترال نود. هو ممكن ان يكون هاب اللي شفتوه بالمختبر، ممكن يكون هاب to operate in a broadcast fashion مثل السويتش يعني، والترانسميشن راح تكون من كل ستيشن تحت تستلم بكل الستيشنز اللي موجوده، وواحده من عندهم اللي هي successfully transmit اللي هي بصوره صحيحه تتم عمليه الارسال. انه ممكن يكون switching device، انه the incoming frame is buffered بالنود and then retransmitted to the destination. طبعا هنا الستار توبولوجي تكون شورت ديستانس، اذا بها تو ابروتشز للسنترال نود، هي بها الاجهزه مربوطه الى سنترال نود ارسال واستلام. فاذا العمود السنترال نود يا اما يكون هاب مجموعه من السويتشز، تذكروها هاب اخذتوه وكتبتوا لي قسم من عندكم تقرير عنه بما انه انا طلبت الهوب. زين، فممكن انه بحيث اللي ترانسميشن اللي يصير باي ستيشن راح ينوصل يستلم بكل الستيشنز، وفقط اللي هي تنجح الستيشن اللي هي تاخذه. بينما اكو ابروتش لاخ باستخدام السويتشنج ابروتش. راح نشوف شكل الستار، بس شوفوا التوبولوجي مالته. وين الستار هذا؟ شفتوا؟ هاي سنترال نوتس باعوها مربوطه لكل نوتس بتو لينكس. two point to point links. اللينكس الواحد point to point. واضحة؟ اللينكس واحد point to point. احنا قلنا من اهم العوامل لكفاءة الشبكة الالمنتس المهمة بالشبكة، اول شيء choice of topology، ثاني شيء choice of transmission medium. اختيار الوسط الناقل، طبعا الكاباسيتي على مود اسيطر، على مود عندي نتورك ترافيك لازم يكون زين، على مود يصير عندي لود للشبكه ما يصير عندي كونجستشن. ريليابيلتي على مود الوجوديه، يعني مو انا ادس باكيت ويصير لها لوست وهي مو موجوده مثلا. تايبس اوف داتا سبورتد، نوع البيانات اللي تدعمها. انفايرمنتال سكوب تو بروفايد سيرفيس اوفر ذا رينج اوف انفايرمنتس ريكوايرد. اكو عندي للباس لان اكو عندي فور الترناتيف ميديا، تويستد بير، برود باند كوكسيال كيبل، برود باند العفو البيس باند ولا برود باند ولا اوبتيكال فايبر. اكيد سامعينه هاي الشغلات. تويستد بير هاي بالبدايات اول شيء باللان بالفويس جريد تويستد بير كان يستخدم على مود لان هو كان رخيص ان اكسبنسيف وكلش سهل انستول بالباص لان 1 ميجا بتس بير سكند مالت الداتا ريت. بس سكيلينج التويستد بير على مود نحصل على هاي داتا ريت از نوت براكتيكال، فلهذا هو انقرض هذا الترانسميشن ميديوم. ثاني نوع البيس باند كوكسيال كيبل يستخدم هذا الديجيتال سيجنالينج، فاول ايثرنت كان يستخدم البيس باند. البرود باند هو اللي يستخدم بالكيابولات مال التلفزيون سيستم، طبعا هو كلش غالي وكلش صعب للتنزيل. الاوبتيكال فايبر هسه هذا كلها تعلقت به خلال السنين هاي الجديده. فاذا استخدام التشويس هو جزء من التاسك مال ديزايننج الشبكه، كلش مهمه طبعا اختيار الترانسميشن ميديا. الان شيلدد تويستد بير والفويس جريدد قلنا عليه غير مو غالي، وطبعا الميديوم مالته كلش مفهومه جيدا. فاذا كاتيجوري 3 يو تي بي، اذا سامعيه كاتيجوري 3 يو تي بي، فهو كلش مالته الكوست افكتيف، يسوي لي بسنجل بيلدينج، اذا بنايه وحده ولو كوست يسوي لي ولو ترافيك لان.
الشيلدد تويستد المغطى هذا كان كاتيجوري 3 انشيلدد يو تي بي انشيلدد تويستد بي ار بينما الشيلدد تويستد بي ار والبيس بوند كي اوكسيال كيبل طبعا كلش اغلى من الكاتيجوري 3 يو تي بي بس يسوون كاباسيتي اكثر بالسنين هاي الاخيره كل الاتجاه صار الى الهاي بيرفورمانس يو تي بي اللي هو كاتيجوري 5 يو تي بي كاتيجوري 5 يو تي بي يسوي لي هاي داتا ريت وذ سمول نمبر اوف ديفايسز طبعا هسه صار الاوبتيكال فايبر خلى كل اتجاه يكون عليه اتراكتيف فيتشرز ليش يسوي عزل الكهربائي المغناطيسي يسوي لي هاي كاباسيتي ويسوي لي سمول سايز هو which has attracted a great deal of interest نعم وصلنا الى ان شاء الله اللان بروتوكول هاي والاي اي ستاندرد محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله انتهت راح اخذ حضوركم تهيئوا الامتحان ان شاء الله ساعه بالتسعة الامتحان ماكو تاجيل بعد وماكو احد ما يمتحن الكل يمتحن ما يجي واحد يقول لي انت ضعيف الاستماع من فتحت ماشي واي شيء مناقشات خلال الامتحان الانسماع من فتحات صار اكو خلل بالانترنت تكتبوا لي ماشي تكتبون على الكلاس ست الاف اول امتحان ايش قد يعني وقته والله هو الساعه تكفي انا حاعطيكم ساعه ان شاء الله ست يعني ايش كم اختيار يعني تقريبا اسئله فد موه لا العفو منك ست بس انه يعني ساعه انه اذا اختيارات عدد هوايه يعني هو كلها اختيارات هو هي تمام كلها اختيارات بس اكيد بها امثله او يعني مثلا حل ورقه أيه. او مال صح ولا غلط صحيح نعم, نعم. سيد فقصدي انه جزء ما تكفي انه على الاقل ضيف 10 دقائق او ربع ساعه للأبلو. اكيد يعني مو جا اقول لكم اني راح اعطيكم ساعه خلالها اي شيء صار خلل بالانترنت ضعف عندكم راح تكتبوا لي اي شيء تكتبوا لي اني اكون موجوده طول الوقت ماشي ماشي بالنسبة للكانفاس أنا دزيت لكم طلبات بس ما قبلتوها مو كل الطلاب قبلها اجتكم طلبات؟ إن هي وصلت ست ليش ما قبلتوها؟ هواية من عندكم بعدها pending انضموا للكانفاس ايضا راح تلقون كل المحاضرات والملازم اللي دزيت لكم اياها ايضا موجوده بالكانفاس ماشي ان شاء الله هسه ومثل ما قلت لكم هذا قانون التربيع تنتبهون عليه مو في اثنين نعم راح اوقف التسجيل حتى ناخذ الحضور نعم